خير ومحبة للجميع. النهاردة هنتكلم في مقدمة لكتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، المقدمة المرة دي هي تقديم قداسة البابا المتنيح القديس يوحنا بولس الثاني للطبعة اللاتينية أو للترجمة اللاتينية لكتاب التعليم المسيحي، وده كان في سنة 1997 بعد مرور حوالي 5 سنوات من تقديمه للطبعة الأولى أو للكتاب كله، كان في لغته الفرنسية. بيقول لنا كده من يوحنا بولس الثاني الأسقف خادم خدام الله إلى إخوتنا الأجلاء الكرادلة والبطاركة ورؤساء الأساقفة والأساقفة والكهنة والشمامسة الإنجيليين وإلى سائر أعضاء شعب الله، يسرنا جدا أن نصدر أن تصدر الطبعة اللاتينية الرسمية للتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. ده كان في يوم 15/8/1997 في عيد انتقال أمنا مريم العذراء من نفس والجسد إلى السماء. بيقول إنه هذا التعليم يتيح لكل واحد أن يعرف ما تعترف وتحتفل به الكنيسة وما تحياه وتصليه في حياتها اليومية. وبيقول لنا كمان إنه هذا التعليم بينقل بكل أمانة التعاليم العقائدية التي قدمناها رسميا للكنيسة وللعالم. بيقول لنا كمان إنه هنا التعليم ده بيساعد في وضع كتب تعليم مسيحي لكل الأجيال وكل الأعمار. بيقول إنه في الكتاب ده يجد التعليم الديني طريقا سوية لتقديم كل وجه من وجوه الرسالة المسيحية لإنسان اليوم بدافع جديد ونشاط متجدد، ويجد كل عامل في حقل التعليم الديني ما يساعده في هذا النص على نقل إيه بالظبط؟ خادم التعليم الديني لكل الأعمار وفي كل مكان عليه إنه ينقل وديعة الإيمان الوحيدة والأذلية إلى بيئته ومجتمعه. بيشتغل إزاي الخادم اللي بيعمل في حقل التعليم الديني؟ بيعمل بعون الروح القدس على الجمع ما بين وحدة السر المسيحي العجيبة وتعدد متطلبات وحالات من يوجه إليهم هذا التعليم. من شأن نشاط التعليم الديني كله أنه يكتسب دافع جديد واسع النطاق لدى شعب الله. لو الخادم قدر يحسن استعمال هذا الكتاب، كتاب التعليم المسيحي، ويكتشف قيمته الحقيقية ويكشفها للآخرين. بيقول لنا وإحنا داخلين على 1000 للميلاد لابد من عمل تبشيري
عاجل، مش محتاج تراخي أو تواني، لكن عاجل وواسع منتشر حتى يستطيع الجميع أن يعرفوا ويتقبلوا رسالة الإنجيل، وينمو كل واحد إلى ملء اكتمال المسيح. بنرجع للآية الرئيسية، هي الهدف إيه؟ إنه كل واحد في البشرية يصل إلى ملء اكتمال المسيح، زي ما بيقول لنا القديس بولس في رسالته إلى أفسس 4:13. قداسة البابا بيدعو كل الأساقفة والكهنة أن يضاعفوا نشاطهم وهم ويعملوا على تقبل هذا التعليم اللي هو غني بالإيمان الغير محدود، وتتضافر جهود جميع قوى شعب الله، ويتعاون كل أفراده ليصل الجميع إلى معرفة هذا التعليم المسيحي ويتقبلوه ويستفيدوا بما فيه، حتى تتقوى وتمتد إلى أقاصي الأرض هذه الوحدة في الإيمان التي تجد لها مثالا ومبدأ في وحدة الثالوث. إذا قداسة البابا بيقول إنه فعلا هذا الكتاب نافع ومفيد لكل خادم للتعليم الديني، بداية من البابا نفسه إلى البطاركة، رؤساء الأساقفة، الأساقفة، الكهنة، الخدام التعليم الديني، والوالدين أيضا. بيقولوا إنه هيلاقوا في الكتاب ده فعلا كل ما يحتاجونه في الخدمة لو هم تقبلوه بإيمان، فهموه بطريقة صحيحة، ونقلوه للآخرين بطريقة سليمة لكن تتناسب مع البيئة والسن وظروف كل فئة من فئات الشعب. نقدر ننقل التعليم المسيحي للأطفال الصغيرين، ونقدر ننقله زي ما بنعمل كمان في أنشطتنا لإخوتنا ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين، نقدر ننقله للصم والخرس، نقدر ننقله أيضا للكفيف، يقدر يتنقل التعليم لكل فئات الشعب بكل إمكانياتهم البسيطة. وقداسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني بيقول إن نستودع أمنا مريم أم المسيح هذه الآمال. آمال إيه؟ آمال إنه يصل هذا التعليم إلى كل إنسان، ويصل كل إنسان إلى ملء اكتمال المسيح. جئت ليكون لكم الحياة وتكون لكم أوفر أفضل. آمين.